على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.5 اللي هي الميسيون كل يوم من 11 حتى لتسعة متاع الصباح، من 30 حتى لنهار جمعة. مواضيع يعني تكون طبية وعلمية بامتياز، ومن بعد شوية باش يكون حديثنا حول التسوس اللي يضرب السنين الكبار والصغار. كيفاش علاش كيفاش كيفية الوقاية والعلاج، هذا باش يكون حاضر معنا دكتور طبيب الأسنان وجدي غنام بعد بشوية. أهلا بكم، أهلا بتساؤلاتكم على الباج أوفيسيال فيسبوك، سينو تكلمونا على 70 35 120 70 35 120. في ألو دكتور من 9 حتى 10 متاع الصباح، هذه اللي استنى فيكم وأكثر من توا حتى للأحداث في سانتي 5.5. توما تسمعوا في الإذاعة الوحيدة المختصة في الصحة.